وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. كل يحييها الذي الشجر الأخضر نارا
وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بل وهو الخلاق العليم. إنما أمره شيخ جمال ما شاء الله. إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فسبحان فسبحان الذي